معاناتنا الماي، الخدمات، مدارس. ليش انا كل عوضونا كل شيء؟ الانقاذ هوني. والله جي رحت جيفه بال جو الانقاذ قتلتنا. اي والله. هجه شلون نقاضي احنا بلا مي؟ والله يتبهدلنا. والله كل ترزلنا بلا مي. معتمدين على هاي التانكيات ما منظر. بس معتمدين على هالتانكيات. والله هاي التانكيات يا يصلنا يا ما يصلنا. يكفيكم هذا مال التانكيات؟ لا والله ما يكفينا. والله عاب لك زنجار. اكو جثث هنا؟ اي والله اكو جثث. اكو جثث وريحه موتتنا، والله حتى الحياه يا نشوف، والله العقارب، والله الحياه، والله كل شيء. مطالباتكم من الحكومه؟ والله يا علوى يساعدونا ويشوفون حالتنا. احنا منطقه الاحمديه. شنو وضعكم هنا؟ والله انا زين حال الحاضر، يعني منطقة بس انا اقول لك الانقاذ شوية هاي من هنا، هاي المناطق كلها على الانقاذ مالها ما يشيلوها. المية الحلو ما وصلنا لحد الان. شلون مقضية بلا مية؟ شلون مقضية بلا مية؟ منظمات يعني بين يوم ويوم يجونا، مرات يتأخرون. هيترسلكم هاي التانكيات؟ هيترسلنا هاي التانكيات. زين تكفيكم هذه؟ لا والله ما تكفي. ما تكفي يعني كل عيلة يراد لها بالقليل تانكي. للغسل، للشرب، ما يبير ما يشرب. بالنسبة للمدارس، مراكز صحية. مدارس لحد الآن هنا ماكو. على أساس يفتحون خاصة المتوسطات. عندنا بنات من المتوسطة، عندنا. مطالبكم الحكومة. نعم. مطالباتكم الحكومة. والله هي مطالبتنا نريد هالشغلات، الكهرب مثلا يتوفر، الماي، اهم شيء الماي. احنا وضعيتنا احنا هنا والله ما خوش وضعيه. ليش؟ لانه ما ملتمسين كل شيء من مساعدات من شو اسمه، وهاي الانقاذ شويه متعبتنا، يجوز حتى جثث جواها بعد. ونريد الماي الابي مثل ما نقول. نريد الكهرب مستمر. هاي شغلاتنا. هسه حاليا انتم معتمدين على هاي التانكيات مالنا؟ اي والله التانكيات هاي كل ثلاث ايام اربع ايام يجي ترسلنا هو مره ويروح. زين يكفيكم هذا؟ والله ما يكفي. اي والله ما يكفي. 5000 يكفي. اي 5000. مطالباتكم الحكومه. ها؟ مطالباتكم الحكومه. والله اريد يزودون لنا الماي، يكسرون لنا الكهرب، يشيلون لنا هالانقاذ، هالوسخ. ده قال من يوم صارت الحمله ماكو ما تنظيف لحد الان هاي عايش فيها. والله مبهدلين لا ماي. اي والله الكهرب لا مليح حيجينا. ونريد بس احد يعوضنا على هاي الانقاذ. شو جبنا الدشي للنية بالشفر يريد له مليونين ينظف النية للارض. اي والله نحن ميلنا، نحن بيتنا واغراضنا كلها صارت تحت الانقاذ. هذا والله بيتي كله. اغراضي كلها راحت، حرام هسه ما عندي بس دوشقين قاعدين عليهم والثلاجه ما عندنا. اي والله. وقاعدين والحمد لله نقول. والله نريد يعوضونا على هاي بيتنا الراح واغراض، ما عندنا كل شيء، لا ثلاجه لا اغراض لا طباخ، قاعدين عتشوا لا عن نطبخ.